انا بعد بروح اشوف لي حياه منفصله، اذا انت بتاخذ واحده علي اوكي، انا بعد بروح اشوف لي حياه يا فهد، ولا تعيش اوهامك اوكي، اوهامك هذه روح عيشها لحالك اوكي يا فهد، وخليك مع الكبسه احسن اوكي. أقول أصلاً أنا عن نفسي ما همني الموضوع. اوكي يا فهد، بتشوف يا ما طلبت مني اشياء هذه النهايه. اوكي يا فهد، بتشوف. لا انا مو طفله، نورة روحي علمي ابوكي حبيبتي. آه شكرا شكرا لكل اللي ضاف حسابي، احبكم، شكرا على المتابعه، انا مالي غيركم اصلا في النهايه يا متابعين يا غاليين، مالي غيركم في النهايه، الله يحوجني لهالاشكال. ها في النهايه بعد ما اخذت مجهودي ونجاحي معاك طول هالسنين ما ثمنته ولا قدرته، وهذه النتيجه يا فهد، متصل من شوي تقول بتتزوج علي، والحين ليش داش معي تحدي؟ ايش تبي مني يا فهد؟ ايش ما تطلع مع المدام الجديدة؟ ها؟ ايش ما تطلع معاها؟ ولا هي طبعا لانها تغير عليها. انا اللي خلاص اللي صرت تطلعني الحين. شلون يعني يا فهد؟ جاوب. آه لا المشكلة ما إني أنا بشتكي خلاص أنا إنسانة غريبة واحد جدا، يقول اشتكي ما لابوكي، تتوقع. حبيبي انا مو قاصر عشان اكلم ابوي في هالموضوع، حبيبي انا مو قاصر، خلي ابوي في مشاكله، ابوي قاعد عنده مشاكل مش فاضي لي يا حبايبي، مش فاضي لي، انا بحل مشاكلي بنفسي مع هالثعبان الابيض، انا بحل مشاكلي معاه اوكي يا حبايبي وبس، ما انحرم منكم. وشكرا لكل شخص ارسل لي كلام فرحني، ولكل شخص واسوني، ولكل شخص ايدني في موقفي، اشكركم أشكركم كلكم. أضيفوا حسابي منحرف.